فيديو النهاردة هيبقى فيديو مؤلم شوية لبنات كتير. في ظاهرة أنا شفتها ويعني خدت نظري قوي الفترة الأخيرة، هي أن أنا بشوف بنات كتير عندها تساقط الشعر ده، أن شعرها كله بيقع. أو الحاجة الأغرب اللي أنا مستغربة لها شخصيا وسألت فيها دكاترة كتير جدا، أن بدأ يظهر باترن معينة لسقوط الشعر، اللي هو بلاقي من عند التمبل أو المنطقة دي من الرأس بلاقي الشعر ضعيف جدا أو بيقل جدا أو بيبقى فيه الباترن اللي شكلها غريب دي. رحلة تساقط الشعر ده بقى أنا ابتديتها تقريبا من 7 سنين، كنت بالصدفة عند دكتورة تغذية، كنت بعمل دايت وقالت لي على فكرة انتي بلس موضوع التغذية دي انتي كمان، كان عندي انيميا كمان وقتها، قالت لي انتي بدأت شعرك يحصل فيه يسحب كده او يبتدي فيه الباترن دي، وابتدت تقترح بقى موضوع الميزوثيرابي. كان وقتها بقى الميزوثيرابي ده الحاجة الوحيدة اللي اكتشفوها يعني. بعدها ب5 سنين بقى انا نفسي اكتشفت فعلا ان شعري بدا يسحب على ورا كده، او مش بيسحب على ورا، انا هقول لكم بالظبط وات تو اكسبكت. اولا فكره الالوبيشيا او تساقط الشعر، في نوعين من تساقط الشعر، في الاندروجينيتك الوبيشيا اللي هي فيميل باترن بولدنس، وانا مش هترجمها بالعربي عشان الكلمه قاسيه جدا، بس هي تساقط الشعر الحريمي المزمن. وفي النوع الثاني اللي هو تساقط الشعر المؤقت اللي هو بيحصل في فتره معينه نتيجه فاكتورز معينه. خلينا ناخد الاسهل اللي هو التساقط الشعر اللي هو وقت او زمن معين، وهعمل عنه فيديو اكسبلسيت، بس انا الفيديو ده مش هيبقى عن الموضوع ده، هيبقى مينلي عن تساقط الشعر الوراثي، تعرفيه ازاي وتعالجيه ازاي وكل الكلام ده. فتساقط الشعر اللي هو المؤقت غالبا بتعرفيه بان انت بتعرفي ان في حاجه حصلت الفتره اللي فاتت هي اللي اثرت على شعرك، زي مثلا اول حاجه وده اهم حاجه الستريس، يعني التوتر والاكتئاب والحاله المزاجيه والكلام ده كله. تاني حاجه الانيميا، في ناس احنا غالبا كده تقريبا كلنا الشعب المصري بنعاني من الانيميا، من اول ما تلاقي شعرك بدا يرفع او بيقع بشكل كبير تروحي تعملي تحليل هرمونات وتعملي تحليل انيميا، لان هو غالبا ممكن يبقى حاجه يا اما الهرمونات اتلخبطت في الفتره دي، يا اما جالك انيميا. والحل بسيط، لان الاثنين ليهم بيلز او الهرمونز اصلا بترجع تصلح نفسها تاني، مع جاينيكولوجيست او دكتور نساء ممكن تظبطي موضوع الهرمونات ده، ومع دكتور التغذية ممكن تظبطي موضوع الانيميا، وساعتها هتريجر نفسها اللي كانت بتخلي الشعر يقع هتروح، فشعرك هيرجع يجرو تاني، مع طبعا لوشنز كتير موجودة في الصيدليات علشان تعمل مكتوب عليها ان هي للالوبيشيا المؤقتة، زي بقى انوفيز وريفايفوجين. وعملت فيديو تاني مكتوب تحت، هحط لكم اللينك تحت عن الهير لوشنز كلها اللي موجودة في الماركت والحاجات اللي انا جربتها منها وايه احسن حاجات فيها، في اكرينال، في حاجات كتير لوشنز عشان تساعد الشعر ان هو يرجع يطلع تاني، مع ان انت تشيلي المشكله من جذورها اللي كانت موجوده، سواء انيميا او هرمون او مينوبوز، الناس اللي بتعدي في فتره انقطاع اللي هي الدوره الشهريه او الولاده او اي حاجه من الحاجات دي ممكن تسبب الموضوع ده، او دايت حاد تكوني عملتي. الاندروجينيتك الوبيشيا بقى دي الحاجه المؤلمه للاسف اكتر، وهحاول اقولها لكم ان واي اللي هي يعني بعد 7 سنين وانا في الجيرني دي او في الرحله دي اللي توصلت له بطريقه ما تخضكوش زي ما انا اتخضيت وقتها. يعني طبعا وقت ما اتقالت لي بالعربي واتقالت لي في وشي وقالت لي ان دي هتبقى حاجه مزمنه وهتفضلي طول عمرك تتعالجي منها، فانا بصراحه اتخضيت. انا مش عايزه اخضكم الخضه دي. الموضوع كله عباره عن ان انت حاجه من الاثنين، يا اما انت جسمك بيفرز اندروجينز بزياده، يعني الميل سكس هرمون او الهرمون بتاع الذكوره عندك مش كله، اللي هو النوع ده اللي هو الاندروجينز دي بالذات زياده عندك في جسمك شويه، فبتسبب ان شعرك بيبقى ثيننج، يعني بيرفع. تعرفي ازاي بقى الموضوع ده؟ هقول لكم، بس لما اقول لكم الاسباب كلها الاول، او هرمون او جين، يعني تكوني ورثتي الموضوع ده جيناتيكلي عن حد من عيلتك. عشان كده اول سؤال هتسأليه من الدكتور الجلديه اول ما هيسألك هيقولك عندك خال او ام او خاله عندها بولدنس او شعرها خفيف او يعني مايل اكتر ان هو يبقى للصلع، خال اصلع مثلا او كده. لو قلتي غالبا هيبقى الموضوع وراثي، فهو يا وراثي يا هرمون او حاجه بعد الشر، حاجه اصعب اكتر اللي هي الالوبيشيا اريتا دي. بقى انا قريت عنها حاجات كتير، ان هي ان البادي بيبتدي يشوف بصيلات الشعر، ان هو يعني المناعه نفسها بتشوف بصيلات الشعر ان هي جسم مضاد وبتبتدي تحاربها، فدي طبعا حاجه كرونيك اكتر بكتير. The good news is او الحاجه الحلوه اللي انا هقولها لكم في الفيديو ده، ان الطب دلوقتي والاف دي اي او منظمه اللي هي اللي بتابروف الادويه والصحه والكلام ده، ابروفد على ادويه كتير وانظمه علاج كتير لموضوع الاندروجينيتك الوبيشيا اللي هي التساقط الشعر الوراثي المزمن.
تعرفيه منين؟ تعرفي الفرق بينه وبين اللي هو المؤقت. المؤقت ان هتلاقي شعرك كله بيقع بنفس الشكل، كله بيرفع بنفس الشكل. طبعا برضو من اسباب رفع الشعر الصبغه على فكره، والسشوار والكلام ده كله بيخلي الشعر يرفع. فهتلاقي شعرك كله الباترن بتاعته واحده، ان هو في حاله ضعف عامه وكله بيقع من كل حته من راسك. لكن التاني بيبقى فيه تركيز اكتر على التمبلز، وبالذات بالذات هتلاقي الكوافير بتاعك او انت نفسك هتبتدي اول ما تبتدي تعملي بارتنج، او اول ما هتفرقي شعرك من الجنب او من النص او حاجه، هتلاقيه ان هو في الحته دي هو الازمه. لكن لو رجعتيه كله لورا كده مش هتحسي ان في ازمه، هو الازمه اكتر ان انت تقفلي الفرق. طبعا انا الميزوثيرابي انا ما رحت لهاش خالص، بس بعد كذا سنه لما الموضوع بدا يبقى سيفير اكتر، ودي الحاجه اللي انا مش عايزاكم تعملوها، عايزاكم تبتدوا اول ما تاخدوا بالكم من الموضوع ده تاكت ابونت على طول، ابتدي اتصرفي فورا، لان كل ما هتتاخري العلاج بيخليكي ترجعي خطوات لورا، فما تروحيش خطوات كتير لقدام علشان لما ترجعي تبقى خطوات اقل ان انت توصلي لنتيجه احسن. العلاج بقى هو الاتي: نمبر 1 طبعا هتتعاملي كأنك عندك اللي هو التساقط الشعر المؤقت، عادي جدا ان انت هتعملي سكالب مساجز اكتر، هتبعدي عن الهيت الى حد ما، هتاكلي كويس، هتتمرني كويس، هتنامي كويس، هتبعدي عن الاسترس، هتحطي لوشنز، هتشربي مية كتير، هتحطي زيوت وحاجات زي كده، وهتهتمي بفروة شعرك طبعا طبيعي كأنك انت عندك حاجة مؤقتة. بس الزيادة على كده بقى ايه؟ زيادة على كده نمبر 1 العلاج الاساسي اللي انا دومت عليه الفترة اللي فاتت كويس جدا هو PRP او البليتلت ريتش بلاتلت ريتش بلازما، او هما بيسموه البلازما او الجروث فاكتورز، كمان موجودة دلوقتي في عيادات كتير جدا، عيادات تجميل او عيادات الجلدية، وخليكي احسن مع دكتور تجميل يكون كويس. ايه بقى PRP او البلاتلت ريتش بلازما، وتستفادي منه وهو مفيد فعلا ولا لا؟ الفكرة كلها ان هما بياخدوا حوالي 10 سنتي من دمك، وبليز ما تقعديش بقى ايه تفكري دمي وهيتسحب والكلام ده كله، عادي جدا في ناس بتتبرع بالدم اصلا. we lose more blood in our periods، في وقت اللي هي الدورة الكلام الشهرية والكلام ده، 10 سنتي دول مش حكاية، بصي الناحية التانية، فكري في حاجة تانية وخليهم يسحبوا منك 10 سنتي. بياخدوا منك الدم ده وبيروح يحطوه في جهاز بيفصل الدم الكرات البيضاء والحمراء والكلام ده عن البلازما. البلازما دي هي الحاجة اللي فيها الريجينريتنج فاكتورز، او الحاجات اللي بتخلي بصيلات الشعر ترجع تتجدد تاني، او الحاجة اللي كانت ضعفت ترجع تاني تبقى نشيطة تاني او اقوى وهكذا. بتاخدي الحقن ازاي؟ بالاول بيتحطلك نومين كريم او كريم تخدير على فروة راسك كلها، وبتقعدي بيه شوية لحد ما فروة شعرك تمتصها تماما وتبقي مش فاقدة الاحساس في المنطقة دي بارشلي يعني. وبعدين بيطهرها لك، يبتدي يدوكي حقن مايكرو، يعني مايكرو نيدل زي اللي هي بتاعت الانسولين دي، بيشكشكوا فيها بتوجع ولا لا، اونستلي حسب الانديورنس بتاعك، حسب قوه احتمالك. وانصحك ان انت ما تروحيش ابدا قبل البيريد او ديورنج البيريد، يعني لا قبلها ولا فيها، روحي بعدها، لان البين توليرنس بيبقى اقل بكتير قبلها، وبيبقى فيها كمان صعب ان انت تسحبي الدم وتقعدي تشكشكي عشان الفلو كمان ما بيبقاش فيه دم كتير وحاجات كده، يعني مش عايزين نتكلم في المواضيع دي. فالموضوع مش بين، في الموضوع ما بيخدش، ما يستاهلش منك خالص ان انت تتخضي ولا تعملي اي حاجه، ملوش اي سايد افكتس وحشه، لان هو حاجه من دمك وبترجع تاني لراسك يعني، وكمان بتخش في الجلد. عشان ده كان من اهم الاسئله اللي سالتها للدكتوره، ان هو هل هو بيعدي يعني ازاي باخد في دم في دماغي ومخي وكلام من ده؟ قالت لي فيه هنا عظم، فما تخافيش، حتى لو الحقنه غرزت هي مش هتوصل لاي حاجه بيوند العظم ده. وهعمل عنه فيديو منفصل بقى اقول لك الافتر كير بتاعه وتعمليه قد ايه الكلام ده كله. مهم ان انت مينيمم حسب حالتك، الدكتوره بتقول لك من 3 ل 8 سيشنز، والفكره انت ما ينفعش تبطليه وما تعمليهوش تاني، ممكن كمان سنه تضطري ان انت تعملي مثلا 3 جلسات تانية او حاجه. تاني بقى دواء ابروفد، وهو ده اكتر دواء ابروفد والاف دي اي عملت له ابروفد، اللي هي المنظمه الغذاء والادويه العالميه، هو المينوكسيديل. المينوكسيديل عندي معاه مشاكل كتير، وانا الصراحه ما روحتش للعلاج ده خالص، اللي هو هو اكتر حاجه اللي هو زي الهيرباك والحاجات اللي كانت منتشره تجاريا الفتره اللي فاتت في الصيدليات دي، هو بيدي نتيجه كويسه جدا جدا، وهو اكتر حاجه بتعمل بتخلي ان الشعر يرجع تاني وبيتقل الشعر فعلا، وكل الناس جابت معاها ريزلتس، بس ليه شويه مشاكل برضو هبقى اعمل عنها فيديو منفصل. ولكن من اهمها واكترها بالنسبه لي، عشان كده انا ما ابتديتوش اكتر اصلا، ان هو بتاخدي طول حياتك، ما ينفعش توقفيه، مش زي اللوشنز التانية، بينشف الشعر جدا، ساعات كتير بيعمل بيرنينج لو وقع على الفورهيد او
قرطك هي ممكن يعمل شويه تجاعيد لان هو بينشف جدا جدا، هتلاقي شعرك من هنا ما بقاش ناعم زي زمان. وكمان ان انت اول ما هتوقفيه كل اللي حصل، كل البروجرس اللي هو عمله هيريفرس او هيرجع تاني. فانا حسيت ان ده حاجه ملهاش لازمه، وان انا خليني احسن مع حاجات تانية زي الفينستريد او اللي هم بقى الادويه التانية اللي موجوده في الصيدليات، وبرده اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس. تالت دواء بقى، وهو ده بقى شويه يعني انا مش عارفه انصحكم بيه ولا لا، لان انا عندي ميكست فيلينجز كده من ناحيته، هو الانتي اندروجين. زي ما قلنا هو اندروجيناتيك الوبيشيا او تساقط الشعر الناتج عن هرمون الاندروجينز ده. فانت بتاخدي السبريسنس او بتاخدي دواء في نسبه هرمون صغيره جدا، وبرده ابروفد بكل الدكاتره والمنظمات العالميه وكل الكلام ده. انت تاخدي الدواء ده، ليهم اسماء ومش هينفع اقولها لكم عشان لازم الدكتور هو اللي يكون كاتبها لكم، موجوده في الصيدليات وبيتصرف على طول. بس الاحسن ان انت تسالي دكتور اذا كان ينفعك ولا لا. بس انا مش بقترح ان اي حد ياخد هرمون عامه الا لو دكتور هو اللي عمل له تحليل الاول، يشوفه هل فعلا ان الشعر متساقط ده نتيجه الهرمونز ولا لا. لان ماي كيس في حالتي انا بقى شعري واقع، فالدكتوره كتبت لي الانتي اندروجينز وطلع وتساقط الشعر ده جيني وليس هرموني، وبالتالي انا خدت هرمون انا جسمي مش محتاجه، وده لخبط لي حاجات تانية. فالاحسن ما تاخديش الدواء ده غير لو انت اتاكدتي ان تساقط الشعر ده نتيجه الاندروجينز الكتير، فبالتالي تاخدي انتي اندروجين، انتي ضد الاندروجينز، فتاخديه لي لو انت الاندروجينز بتاعتك مظبوطه. يعني دول اكتر ثلاثة ادويه بينفعوا في المرحله دي. في الناحيه الثانيه بقى زي ما قلت برده الشامبوهات اللي هي الطبيه مهمه جدا ليكي، الاكل المهم جدا ليكي، اكشفي برضو على الانيميا وعلى الهرمونز وعلى الكلام ده كله. لازم تعرفي بالظبط الروت كوز عشان تحليه. شعرك مش كله هنا، شعرك معظمه جوه في المصنع، فكل ما هتحلي المشكلة اللي عند المصنع كل ما هينتج الشعر بشكل احسن. هل كل الحاجات دي جابت معايا نتيجة ولا لا؟ honestly انا هقول الحاجة الوحيدة اللي فعلا جابت معايا نتيجة هي طبعا البي ار بي، وفترة طبعا ان انا كان عندي انيميا، فلما خدت الايرون سبلمنتس او حبوب الحديد تقلت لي شعري جدا. المساجز بتاعت الشعر فرقت معايا جدا، ان انا حولت شعري هيت فري فرق معايا جدا. فالموضوع بروميسنج جدا، ما تقلقيش منه، ابتدي بس العلاج as soon as possible. كل ما هتبتدي العلاج باسرع كل ما هيبقى احسن. والحاجة برضو البروميسنج تاني، الدكاترة مش سايبيننا وكل شوية في العيادات بينزلوا حاجات جديدة. اتمنى لكم ان شاء الله ان كل الحاجات دي نتعالج منها. و if you need anything about my experience او عايزين تعرفوا اكتر عن التجربة بتاعة الموضوع كله والعلاج والكلام ده، برضو inbox me او write to me تحت في الكومنت بار. support the channel, comment, like and subscribe to the channel. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. thank you.